بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا البنان، عندي هنايا ثلاثه البنان تقريبا كبار على هذا الشكل، عندي افوكا على هذا الشكل، عندي جوج معالق كبار تاع كاكاو مور، معلقه جوج درت ثلاثه معالق ديال العسل، هذا بالنسبه للعسل الاختياري، اللي ماشي يدير العسل ما يديروش، اللي بغى يدير السكر يدير، له كامل الاختيار. بسم الله. كناخذ هذه الافوكا كنصبوها بعد ما قطعناها وقشرناها، وانتم كتلاحظوا كناخذ البنان كذلك كنصبوه، كناخذ واحد المعلقه ولا جوج تاع العسل حسب متوفر عندكم، اللي مبغاش يدير العسل ما يديروش، له كامل الاختيار، واللي بغى يعوضو بالسكر يعوضو. من بعد كندير هاد الكاكاو، كاكاو مور، وكنحاولو نطحنو الكل. بسم الله. بعد ما طحنا المزيج ديالنا نتوما كتلاحظو، نوضعو في الأكواب ولا نوضعو في دوك لي فيغين حسب الاختيار ديالكم، ونتركو يبرد لينا ونقدمو، راه كيجي بنين ولذيذ بزاف. بسم الله. بعد ما كناخد هاد البوشيط لكم كامل الاختيار باش كتسهل لنا العمليه مزيان، دغيا كي دابا نصبوهم في لي فيغين كيجيو ساهلين، كنصبو كميه. بسم الله. كناخد هاد لي فيغين لكم كامل الاختيار، نديرو في هاد لي فيغين ولا في الاكواب اللي بغيتو، اللي كيجيو هادو كيجيو المنظر ديالهم حتى الحطه ديالهم كيجيو رائعين وكيجيو اقتصاديين. بسم الله. نحاولوا نصبوا الكميه اللي بغينا. كنبقى مستمرين حتى نعمروا هاد لي فيغين. بسم الله. بعد ما عمرنا هاد لي فيغين الان غادي نحاولوا نوضعوهم في الثلاجه حتى يبردوا لنا مزيان ونقدموهم. بسم الله. بالنسبه بعد ما بردوا لينا هاد لي فيغين، بالنسبه للتزيين لكم كامل الاختيار، بالنسبه ليا كناخذ هاد البيستاج كنقطعو قطع صغيره كيجي زوين، كنحاولو نزينو شويه. الشكل النهائي ديال هاد لي فيغين بعد ما حاولنا نزينو بشي ورقات ديال الورد، كنتمنى هاد الديسير يعجبكم وغادي يعجبكم، هيجربوا بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.